لسه مكملين الكلام ومعانا ومع حضراتكم الاعلامي الكبير الاستاذ عبد اللطيف المناوي. وكنا بنسال سؤال مهم جدا قبل الفاصل، هل في حاجه اسمها اعلام محايد؟ جاي زي ما اتكلمنا حتى في الفاصل، فكره الحياد، مفيش حياد في وسائل الاعلام، في اي وسيله اعلام مفيش حياد في الحياه. يعني خلينا نكون منطقيين، يعني في النهايه مفيش حد ماشي في الخط على حد السيف، لو كل حد فينا عنده ميل. فإذا كان هذا أمر البشر فما بالك بأمر من الأدوات التي يديرها البشر. وبالتالي حاجة تانية كمان، أن الإعلام مش سبيل، يعني ليس عمل خيري. كويس، ما فيش لا في دولة بتعمل إعلام عشان تعمل بيه عمل خيري، ولا في رجل أعمال بيعمل إعلام عشان يعمل بيه عمل خير لله والوطن والقانون والله والوطن، ولا في مؤسسة أو جهة بتعمل إعلام. نعم، هنا الفارق الوحيد هي فكرة اللي هي كلمة السر. أنا بعتبرها في كل لا إن تكون مهني، يعني إنك تكون بروفيشنال في الشغل بتاعك. عشان كده دايما لما حد بيسألني على أي شغل بشتغل فيه، هل أنت هتكون في إعلام حر ولا إعلام غير حر، إعلام مقيد ولا غير مقيد، بيميل أو محايد، هي إجابة واحدة، أن نحاول دائما أن نكون مهنيين حتى في التعبير عن مواقفنا. بمعنى وسائل الإعلام اللي احنا بنعتبرها علامات، كويس، احنا بنيجي في لحظة بنقول لا دول مش محايدين. بتكلم على البي بي سي، لا يمكن أن تكون البي بي سي دولة إعلام محايد في مواجهة أي مخاطر على الدولة البريطانية. صحيح. ولا سي ان ان اللي بقت في مرحلة من مراحل تحولت إلى، إنما فكرة أنك تكون قادر على التعامل، إدارة الأمور بشكل مهني. حتى القناة اللي احنا بنعتبرها العدو الأول لينا النهاردة، اللي هي قناة الجزيرة. الجزيرة ظلت طوال سنواتها الأولى قبل أن تخلع القناع وترمي القفاز، كانت بتتعامل مع الأمور بقدر عالي من المهنية. وده الكمين، فالمهنية اللي هي تبدو فيها وكأنها الحقيقة بكاملها. لم يكن يستطيع على فهم توجهاتها وأغراضها في مرحلة من المراحل إلا الغارق في السياسة والإعلام وكذا، ولكن الجمهور العادي البسيط كانت بتمر الامور انهم كانوا يعملوها بمهنيه عاليه. ولكن في مرحله ما قرروا ان هم يخلعوا القناع ويلقوا بالقفازات ويبدو كما هم، وبالتالي ما فيش حاجه اسمها حياد، ودي مساله لازم نحطها في الاعتبار واحنا بنشتغل. متى تفقد وسيله الاعلام مصداقيتها؟ لما تكون غير مهنيه بالاساس، عندما تتعامل مع الكذب على انه حقيقه دون حتى أن تقدموا أنتم. يمكن كان في صورة موجودة معانا، لو هي معاك يا أسمى بعد إذنك لو نحطها على الشاشة عشان نبين حجم التضليل اللي ممكن وسيلة إعلام تستخدمه إن هي تزيف الحقيقة وتظهرها للناس على إنها حاجة تانية خالص، أو يمكن تكون عكس الحقيقة. فين يا شباب؟ أي أكيد يمكن حضرتك شفت الصورة دي، كان بيتم تداولها كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. هو المشهد الحقيقي في الخلف، وعلى الشاشة ظهر شيء تاني خالص، وكان التعليق It's media. فإلى أي مدى ممكن وسيلة إعلام توصل لهذا الشكل؟ عندما يكون الهدف هدفها واضح، أنها بتتحول إلى سلاح في محاولة في محاربة الآخر. يعني هي في عكست الآية، عكست الحقيقة تماما. هي نصف الحقيقة هي كذبة كاملة. كويس، هنا خليني اقول اعتبر ان هذا الشكل من الاعلام هو الاعلام اللي هو موجه لينا احنا. اقولها بالبلدي عشان المصريين حبايبنا يفهموها. ايوه، زي ما بنقول كده، يعني كذبه مرتبه ولا حقيقه منعكشه. كويس، صح كده. فخلينا احنا ايوه، فخلينا انا اقول حاجه، انا مش مرء لا السياسه ولا الاعلام هو مجال الملائكه عشان يشتغلوا فيه. لا خالص خالص، ولا الملائكه موجودين معانا على الارض. احنا نمارس الاعلام ونمارس السياسه بمجموعه او بتركيبه قيميه رقابه ذاتيه، يعني مش مفهوم الرقابه، بتركيبه قيميه وارتباط بمعايير مرتبطه بمفهوم الوطن ومفهوم الوطنيه.